علامات اقتراب وضع البيض للأنثى، وما هو موسم الدرة المطوقة، وما هي العلامات المؤكدة التي تبين أن الأنثى ستضع البيض قريبا، وما هي العلامات المؤكدة أيضا التي تؤكد أن هذه الأنثى لن تضع البيض، وماذا نفعل عند اقتراب وضع الأنثى للبيض؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في هذا الفيديو، فتابعونا ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك دعما للقناة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تعالى. عندنا علامات نستطيع من خلالها أن نتعرف على أن هذه الأنثى قد اقترب ميعاد وضع البيض عندها. أول علامة بنلاحظ زيف الأنثى، وده هيظهر بشكل واضح جدا في الأنثى المدربة، يعني الأنثى المدربة أو اللي هي الأنثى اللي هي تم تدريبها واللي هي إيه متعودة على الإنسان، فبالتالي أول ما بتشوفك وأول ما أنت بتصفر أو بتعمل أي حركة بتلاحظ إن هي زي ما احنا شايفين كده في الفيديو بتحني ظهرها، فدي علامة على يعني زيف الأنثى، يعني على طلب التزاوج، يعني هي الوقت في مرحلة التبويض كده، في مرحلة اللي هي عايزة التزاوج واللقاح. فدي طبعا مرحلة، المرحلة دي ممكن تستمر معانا لحد شهر، يعني ممكن نستمر لحد شهر. تظل الأنثى دائما يعني كلما يعني بدأت تصفر لها، بدأت تعمل أي حركة، بتبدأ الأنثى يعني تحني ظهرها وترفع رأسها لفوق، فدي علامة إن هي طالبة التزاوج. طبعا الأنثى في مرحلة التزاوج يبقى دي أول علامة، أول علامة لزيف الأنثى. طبعا عندنا الذكر أيضا بيكون زايف أيضا، فبيحصل هنا مشكلة. الأنثى طبعا بتكون في وقت التزاوج، دي علامة تانية، يعني أنت مثلا شايف الأنثى مع الذكر طول السنة زي الفل، بيأكلوا بعض يعني متوالفين، لكن أنت تلاحظ مرة واحدة في موسم التزاوج لما الأنثى بتكون زايفة بيحصل إن هي بتكون عصبية جدا، وممكن تضرب الذكر، يعني الضرب هنا ضرب بسيط، يعني بتضرب الذكر ضرب بسيط، مش اللي هو ضرب يعني يؤدي إلى الموت، لا هي بتكون عصبية جدا. يعني باختصار العلامة التانية اللي بتأكد لك إن اقترب وضع البيض إن الأنثى بتضرب الذكر أو بتكون عصبية في موسم التزاوج، ده نتيجة يعني إيه؟ يعني خلل في الهرمونات. انت شفت مثلا المرأة مثلا اللي هي بتكون في وقت اللي هو التبويض او في وقت اللي هو الحيض، فبيكون ايه مزاجها مش كويس، كذلك برضك الانثى بيكون عندها برضك ايه عصبية شوية، فممكن تضرب الذكر ضرب بسيط اللي هو الذكر بتاعها، يعني الذكر اللي هو متولفة معاه، يعني هما متولفين طول السنة ما بيضربوش بعض، لكن جت في الوقت دوت بتضربه يعني ضرب كده بسيط، فبتعرف ان ايه ان اقترب موعده اقتراب البيض. طيب اما بقى لو عندك مشكله، بقى طبعا لو عندك مشكله في عدم التوالف وبتضرب الانثى الذكر ضرب جامد جدا، فده طبعا هسيب لك فيديو لحل مشكله يعني عدم التوالف، هسيبه لك في الوصف، ابقى انزل برضك بعد ما تخلص الفيديو ده، هو ابقى انزل اسمع الفيديو ده كويس جدا. طيب احنا معانا بعد كده ايضا العلامه اللي بعد كده اللي بتاكد لنا اقتراب وضع الانثى للبيض، ان الانثى لما بيقترب موعد البيض بتبدأ تاكل في العناصر اللي هي ايه الكالسيوم، زي مثلا ايه عظام الحبار او اللي احنا بنقول عليه المحارة او السبية، ايا كان اسمائها، في بتختلف الاسماء او المسميات في بعض البلاد، فبتلاحظ ان الانثى بتبدأ تاكل في، يعني قبل كده ما كانتش بتاكل قوي في عظام الحبار، بتلاحظ ان هي بدأت تاكل فيها. ليه؟ لان الايه محتاجة بقى يعني عناصر غذائية عشان تبدأ تكون سلسلة البيض، وايضا بتاكل كتير في الايه في الاكل اللي هو اللين، فياريت ان انت بقى في الوقت ده هو ان انت لازم تحط عظام الحبار تعلقها في القفص. وطبعا انا اتكلمت في مشكلة لو ان الطيور ما بتاكلش عظام الحبار نعمل ايه عشان نعود الطيور على ان هي تاكل عظام الحبار، طبعا ده فيديو برضك هسيبه لكم في الرابط، انزل اسمعه لو عندك المشكلة دي. طيب انا عندي لازم احط للطيور في الموسم ده هو او في الوقت ده هو الكالسيوم والاكل اللين، بالذات كمان الايه القمح، القمح اللين، او بيقولوا عليها في بعض البلاد الغله اللي هي بنعمل منها الدقيق. طيب الاكل اللين ده مهم جدا، البروتينات والكالسيوم وتنويع الغذاء والفلفل والخس والجرجير، ده مهم جدا كمان عشان خصوبه الذكر.
لان خلي بالك، لان قله الكالسيوم هتعمل لنا مشكله في البيض، يعني هتلاحظ ان قشره البيض ضعيفه، او هتلاحظ ان مشكله في ايه، في ان عدد البيض قليل، يعني عدد البيض عند الذره ممكن يكون ايه قليل، تلاقيها بيضت بطين اتنين، او تلاحظ ان قشره البيضه ضعيفه جدا، اقل حاجه ممكن تكسرها. فانت لازم تحط عظام الحبار اللي هي فيها الكالسيوم. طيب انا عندي ايضا من العلامات اللي بتاكد لي ان اقترب وضع البيض، انني لما اجي افتح البياضه او اخبط عليها هلاحظ ان الانثى بتجري على البيت بتاعها وتخش فيه، لان هي خايفه على بيتها فعايده تشعر بالامان. فبمجرد ان اخبط على البياضه الاقيها بتجري بسرعه، بتدخل البياضه زي ما احنا شايفين كده. ليه بقى؟ لان هي خلاص اتخذت هذا المكان لوضع البيض، فعايزه تشعر فيه بالامان. فطبعا نصيحه لوجه الله، ما تقعدش كل شويه تفتح البياضه، لان ده يعني هيسبب للانثى ويسبب للذكر ان المكان ده كده مش امن. كل ما تخش افتح البياضه، كل ما تخش افتح البياضه، بالشكل كده مش هتبيض، يعني ده خطا كبير جدا. طيب تعال بقى نشوف، انا بتكلم دلوقتي على الانثى لما بتكون في موسم التزاوج، كمان ممكن تلاحظ ان هي بتخش البياضه كتير جدا، ودي علامه برضك بتاكد لي ان اقترب وضع البيض. مش بتخش البياضه بس، كمان ده كل ما تخش البياضه وتفضل فيها يعني بوقت اكبر، كل ما يدل على ان الانثى خلاص يعني هيقترب وضع البيض. ممكن تلاحظ ايضا من العلامات وجود يعني ايه حفر في داخل البياضه، يعني عملت كده جحر، يعني بنلاحظ ان احنا لو فتحنا البياضه وشفنا النشاره هنلاحظ ان في جحر، يعني هي مظبطه كده مكان عشان تحط فيه البيض، جحر كده من الايه، من النشاره الخفيفه، يعني يمكن ما يكونش واضح قوي في الفيديو. دي علامه من علامات اقتراب وضع البيض. ايضا من علامات اقتراب وضع البيض ان الانثى بقى لما بتكون خلاص يعني ايه، يعني حملت بقى، يعني عنقود البيض خلاص اتكون وخلاص بقى على يعني ايه، على اقتراب من الوضع، فبتلاحظ ان الانثى الفتحة المخرج عندها تلاحظ ان هي متضخمة كبيرة، وتلاحظ ان ديلها كده نازل لتحت، فبتلاحظ ان ايه المخرج متضخم حامل زي الواحدة الحامل كده. ففي الحالة دي بقى في الوقت ده بتلاحظ ان الانثى بدأت تصاب بهدوء، لانها خايفة على نفسها، يعني ما تتحركش حركات عشوائية او حركات سريعة، لكن ده انت شفت الايه المرأة الحامل، فبتلاحظ ان هي ايه بدأت تهدى كده، خايفة على نفسها، لان الحمل ايه يعني في الشهور الاولى بيكون لسه يعني ممكن تمشي شوية، انما بعد كده لما بتبقى مثلا في الشهر التاسع بيكون المسألة ايه متضخمة، مش ما بتمشيش يعني حركتها مقيدة. كذلك الانثى لما بيكون خلاص بقى اقترب وضع البيض بيكون الايه الفتحة عندها ايه متضخمة، وديلها نازل كده لتحت، فبتلاحظ ان خلاص اقترب وضع البيض. لو انت بقى عندك يعني دوت، طبعا الزوج اللي قدامنا ده الوقت في الفيديو، الزوج ده يعني ايه تم تأكيله تأكيل يدوي، فهو مدرب يعني متعود على رؤية الانسان فمش خايف مني. انما المشكلة لو انت عندك زوج درة غير مدرب، يعني اول ما بتخش عليه بيبدأ يفزع ويكسر الدنيا. الحل الوحيد عشان تاخد منهم انتاج ان انت ما تدخلش عليهم كتير، يعني حاول ان انت بالنسبة للازواج اللي هي يعني اللي هي متوحشة، او اللي هي ما تمش تدريبها وتعودها على رؤية الانسان، واللي هي بتخاف من الانسان يعني خوف شديد جدا، الحل ان انت ما تدخلش عليهم كتير، قلل الدخول عليهم. حاول تكتر في الاوعية اللي انت بتحط فيها الاعلاف، ومثلا ايه ما تدخلش عليهم مثلا ايه كل يومين مرة، كل ثلاث ايام مرة. لو انت يعني كل ما تقلل الدخول عليهم في موسم التزاوج اللي بيحصل انه هتلاحظ ان في انتاج ان شاء الله، وربنا يرزق الجميع يا رب ويكون موسم خير علينا. ما تنساش طبعا تعمل اعجاب واشتراك، ولو انت عندك اي مشكلة اكتب لنا في التعليق واحنا ان شاء الله هنرد عليك، وحتى كمان ممكن نتواصل معاك، وكمان عندنا رابط للفيسبوك، ممكن تفتح القناة وهتلاحظ ان في قسم لمحة او على سطح المكتب هتلاحظ رابط الحساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.